ومن آخر الأخبار التي تم تداولها عن طريق وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، موقع المصدر الإسرائيلي ذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عينت جورج داك، وهو دبلوماسي عربي مسيحي يعمل في الوزارة منذ عقد سفيرا لها في باكو عاصمة أذربيجان. جورج هو مسيحي عربي من يافا، وهو المسيحي الوحيد الذي يشغل منصبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وفقا للموقع الإسرائيلي، طوال نحو 3 سنوات شغل داك منصب نائب السفير في نيجيريا، وكان نائبا للسفير في النرويج لمدة 3 سنوات أيضا. وفي عام 2014 شغل منصب مسؤول مؤقت في السفارة الإسرائيلية في أوسلو، بما في ذلك أثناء حرب الجرف الصامت.